كامل تستفيد بلادنا من الزيادة الكبيرة في صادرات زيت الزيتونة باش تحقق الاستقرار المالي. ارتفاع العائدات وأثارها سجلت تونس ارتفاع بإيرادات التصدير زيت الزيتون إلى حوالي 3.4 مليارات دينار في النصف الأول من 2023-24. هيت خلينا نحكيه على قطاع زيت الزيتون اللي يوظف أكثر من مليون شخص، يساهم بحوالي ثلث الإنتاج الزراعي في تونس، 40% من صادرات البلاد. نحكيه زادة على زيارته الأخيرة بسفير اليابان بتونس مع الخبير في السياسات الفلاحية ورئيس جمعية تونس الزيتونة. سي فوزي الزياني، سعيدة جدا باستقبالك، صباح النور. صباح الخير، شكرا على الدعوة وعلى تخصيص فضاء لأهم القطاعات الفلاحية في تونس. صحيح، شكرا لك بالمثل على قبولك الدعوة. كما قلنا اليوم نحكي على شريان اقتصادي، شريان مالي كبير يمر بظروف بتحديات اقتصادية في جل هذا الكل، ولكن قاعدين نشوفوا كما قلنا مالي شيفر اللي كنا نسمع فيهم، من بينهم ذكرنا 3.4 مليارات دينار، هذا ما حققناه في النصف الأول من 2023-24 من إيرادات تصدير زيت الزيتون. اليوم عنا قطاع قاعد يوظف في أكثر من مليون شخص في تونس، قاعدين نساهموا بحوالي ثلث الانتاج الزراعي في تونس و40% من صادرات البلاد الزراعية. هات نحكيوا شوية على الواقع، خلينا نحكيوا على واقع قطاع زيت الزيتون في تونس، من ثم نحكيوا شوية على آفاق التصدير كذلك، ونرجعوا على زيارتك بسفير اليابان. تفضل. الحقيقة أنت قدمت تقريبا قلت كل مهمة أنا نعتبرها المفتاح في كل القطاعات وخاصة زيت الزيتون، وهي كلمة التحديات. نعم. التحديات والإمكانيات، شوف الإمكانيات كنت سيادتك تعدد فيهم، مداخيل من العملة الصعبة، أرقام قياسية، وهذا مش في الكمية راهو باش نزيدوا، لاحظوا أن ما على مستوى البيع، البيع يعني الأسعار مرتفعة في العالم، احنا صدرنا في النصف هذا الأول تقريبا حوالي 128 ألف طن، ممكن ما زالت 60-70 ألف في أقصى الحالات، لكن مش نعمل رقم قياسي، ممكن نخلطوا 5000 مليار اللي هي تصبح عائدات من العائدات الكبيرة مثل تحويلات التوانسة اللي بالخارج ومثل السياحة، يعني ما كان مرموقة. هنا شو نقول؟ ننتبهوا، احنا عندنا أرقام باهية، والمنطق يقول معناه التشخيص يقول اللي مازال عندنا صينية كبيرة نجم نزيد نربحوا فيها، يعني الإمكانيات مازال عندنا، لكن مازال تسمين أكثر فأكثر، مازال برش أكثر من اللي صار. والواقع راهو ما احناش كانوا حدنا في السوق، لازمنا نفيقوا بجوز حاجات هامين ننتبهوا لهم، خاطر انا تو نشوف فما هكا كيف اللفوري معناها العباد هكا يعني معناها تتكلم، ممكن حتى بدون علم عندنا دول حتى مجاوره اصبحت تغرس الزيتون يعني بكميات كبيره، هذا ماذا يعني؟ يعني مش قولي لك مزاحمه بعدين طبعا منافسه، لان الكميه اللي قاعده تغرس اكثر ماشيه في النسق اكثر من كميه الاستهلاك اللي ماشي، هو في تصاعد، انما ما هو مش متوازي، بس هذا واقع كبير، واقع تونسي بحت، تونسي، وهو التغيرات المناخيه والماء. احنا تو نشوفوا اللي كل عام نغرسوا في ملايين من الاشجار، اي شجره تتغرس في تونس راهي تقوير، وانت من جهه اخرى تقريبا يوميا ما تكادش المنابر العالميه ما تحكيش على الصحه المائي اللي في تونس، واللي احنا السدود فارغه وعملنا معناها ريستريكسيون على الفلاحه باش ما نعطيهمش الماء حتى في الوطن القبلي وفي غيره وفي غيره باش يغرسوا معناها باش ما يسقيوش معناها الاشجار نتاعهم ولا الخضروات، نقصنا على الاقل كميه كبيره لانه ما عندناش ماء. ومن جهه اخرى الناس ماشيه في معناها كورس كبيره لغرسان الزيتون، ما نحكيوش على الابار العشوائيه وكل شيء، هذاك موضوع ثاني، يعني يلزمنا ننتبه ما بين هذو المتناقضات، احنا نعيشوا في المتناقضات، الخوف انه نهار نصبحوا احنا في مشكله كبيره اكثر من اللي كنا نتوقعوها، هذا يلزمنا ننتبه، يلزم ترشيد حتى التفكير احيانا راهو، مش هكاكا هي مش نعملوا مليون ولا زوز ملايين ولا ثلاث ملايين شجره ومش نعملوا 500 الف طن و600 الف و700 الف طن، لا يلزم ترشيد احيانا، كيف عندك انت 200 الف طن وتحسن تثمينهم وتحسن تصديرهم وتحسن تسويقهم وتحسن ترويجهم خير من اللي عندك 600-700 ألف طن، وهذا معروف في علم الاقتصاد، مش الفايدة في الكمية راهو، الكمية تكسر السوق أحيانا، إنما في ترشيده وتجويده باش يتباع في أحسن الظروف وفي معناها في أحسن الإمكانيات. إحنا هذايا ناقصنا الكثير، وسيادتك العالمية قاعدة تشوف صحيح اللي إحنا قاعدين ناخذوا يعني في ميداليات كبيرة ورقم قياسي تونس، لكن حتى هالميداليات هذه ما احناش قاعدين نثمنوا فيهم
بما فيه الكفاية. صحيح. أنت زادة مرة أخرى نقول لك كعالمية قاعدة تلاحظ اللي إحنا على مستوى التسويق والترويج والماركت وهالحكايات ناقصين برشا. راهو أحيانا مع الأسف الشديد نقولها ونعاود نقولها ويمكن برشا عباد ما عجبهمش لكن نعاود لهم مثال إنه قاعدين عايشين على التصور وعلى ألبومات التصور وعلى شوية فيديوهات، راهو هذا ما يوكلش الخبز. طبعا. هذايا دور مش حتى الإعلامي، الإعلامي يمشي أكثر من هكا، ياخذ صورة مثل أنت تعاملت مع الصورة زيارتي أنا وأشياء أخرى للسفير وحبيت تبني عليها وحبيت تشوف أعماق الزيارة، مش ما خدتش الصورة، الصورة وشفتها يعطيك الصحة هذايا وبعد. مش عملت أنا مشيت للسفير وبعد. نفس الشيء نمشي ونشاركوا في المعارض وفلوس. وتمشي احيانا زوز وزارات في نفس الوقت وثلاثه وزارات لنفس الغرض. ليش نروحوا سيدتي الكريمه؟ نروحوا بالبوم من الصور لانه كان عندهم حاجه اخرى راهم عملوها، راهم كتبوها، راهم قالوها. يعني سي فوزي، سي فوزي حاسب تويكا، خليني نعمل خلاصة شوية. عندنا زوز نقاط مهمين اليوم، عندنا مخاطر مستقبلية على القطاع على غرار المنافسة وتغيير المناخ والجفاف هذاك من ناحية، وعندنا نقطة أخرى زادة ما تقلش أهمية اللي هي واقع الاتصال والاستراتيجية نتاع الكوميونيكاسيون والتسويق في تونس زادة يعاني وللأسف نقولوها زادة. يعني كي نحاولوا احنا نحطوا الزوز نقاط هذوما بشكل جدي نجم نحسنوا من واقع هذا القطاع. احنا كيف نعملوا هالحوارات ولا كيف نمشيو نقولوا كلام مش بالضروره يرضي الناس الكل، لكن هذا بلادنا واجب علينا نقولوا الكلام هذايا. معناها يلزمني نقولوا انا ويلزمني يقولوا غيري. ما نغطيوش عين الشمس بالغربال على المشاكل الكبيره. طبعا. مشاكل انه غراسات في العالم قاعده تتطور بنسق كبير واحنا عم نروح احنا مع البناش كانه حد في من انا عم لسنا في من اعلى العالم. التغيرات المناخيه انت الان تجم غدوه تونس بعد 3-4 سنين تقول الثانيه ثالثة ولا ثانية على مستوى التصدير والتسويق، لكن ما قلت لك بعد عامين وثلاثة وأربعة، لكن بعد أكثر 10 سنين وثمان سنين هات البلدان اللي غرقت والماء اللي عندنا قاعد ينفض، هذايا خممناش فيه الكل هذايا، لأنه مش تولي أضرار لهاك الفلاحة الصغيرات، اللي عنده ديما الإمكانيات أكثر يمكن يلقى ويجم حتى يحلي الماء، أي مش مشكل، حتى البحر، حتى الماء راح يقدر. لانه هذيك عنده الامكانيه، اما اللي ما عندوش مسكين هكا 5 هكتارات وسته وسبعه وعنده يعني شويه ماء وكذا، ايش باش يعمل هذاك يوقف عليه الماء؟ دونك بالتالي ننتبهوا، التسويق والترويج انا نعتبره يعني لا يقل اهميه في نفس الواحد، يعني الكل حكم بعض الثلاثه راهم اذا كان ما نروجوش في احسن ونبيعوا التاريخ مع دبوس الزيت، مش الفايده نعبيو دبوس الزيت راهو، مش الفايده نعبيو دبوس الزيت، يلزم فيها زوج شروط، يلزم فيها جوده عاليه جدا. واحنا ماشيين في التقنية هذا ما ننكروش، لكن في نفس الوقت نبيعوا معاه حكاية، نبيعوا معاه معناها واقع تونس، واقع تونس الروماني، واقع تونس البربري، واقع تاريخ تونس. هذا الكل العباد تشريك في دبوسة بيان سور، احنا ماشي نبيعوا رواحنا، لا نبيعوا التاريخ، الناس ما تعرفش عندنا تاريخ مجيد. صحيح. اخيرا البويلري اللي لقيناها معناها المعصرة اللي في القصرين اللي من القرن الثالث ميلادي وفما حتى اكثر من هكا، يعني هذا الكل هذا يتباع مع هذاك، هذا يلزم خدمة ويلزم ناس ويلزم أكثر. راهو ما هيش مرة أخرى نجي نحط في فيسبوك ولا في سيت انترنت تصور انت معرض صار في البلاصة الفلانية. راهو هذا ليس بليلي، نعود نقوله هذا ما عنده فين يوصلنا، وراهو الأجانب ما يتفرجوش على الفيسبوك نتاعنا ما بين قوسين، راهو ما يتفرجوش علينا، يتفرجوا على حاجات أخرى في العالم، أساليب أخرى للتسويق نجمو نحكيو فيها مرة أخرى ونقول لك شنو الحاجات اللي ماشية في العالم. بالنسبة أنا ديما نحاول في موقعي تونسي منتج زيتون رئيس جمعية وكذلك خبير في السياسات الفلاحية تهمني بلادي نساهموا بما أوتينا من قوة، معناها كله تطوع 100% أنه نروجوا لبلادنا. احنا عندنا علاقات طيبة مع اليابان على كل مستويات، راه مش كانت المستويات هذه، لكن اليابانيين ناس يهتموا بالتغذية جدا، يعني التغذية عندهم شيء يعني أولي وهام أكثر من برشا شعوب، وهذا راهو صحيح، لأنه باش يكون عندك شعب سليم لازم تكون عندك تغذية سليمة، وبالتالي هم يهتموا بزيت الزيتون، يهتموا بالتل، يهتموا بالبيئة، عارفين هم داخلين في برشا معناها مشاريع بيئية، محطات تحليه المياه، مع الثقافة لهين في الرياضة، وبالتالي خموا في تونس من نعرفها من أكثر من 4 سنوات أنه يعني زيت الزيتون ممكنية كبيرة أنه هو أصبح يوردوها، وبداوا راهو بداوا من 2019 ومن قبل بدات
وكل عام قاعد يزيد ويجيونا في زيارات على الاقل احنا زيارة توجيه 4 مرات في 4 سنوات والسفير زار كذلك مهرجان الدولي للزيتون في الساقس معنا خصص له وقت معين ليلو جزار ويدور في الأجنحة ويهتم بزيت الزيتون اهتمام خاص وهو عبر عن ذلك في تصريح لأكثر من تصريح لأكثر من جريدة مثل لابريس والصروخ وغيرها يقول أنا سفير زيت الزيتون التونسي في اليابان معنا أكثر من جملة هذه معبرة إيش نحبه لكن حتى كيف نقول هالجملة هذه نحس مرات احنا مستثمرناش ما في كيف لأنه كل حاجة سوقها يعني ماذا في علم طبعا طبعا في علم في علم يعني علم كبير التسويق والترويج وماهوش هكاك حاجه سايبه عندها اهلها وماليها طبعا كي نختاروا طريقه التسويق طريقه الاتصال الجيده هي اللي باش تمر سون فيزا هي اللي باش تعدى القارات الكل وباش توصل صوره تونس اللي نحبوها توصل طبعا كما قلنا الزياره الاخيره يعني للملتقى وجلسه العمل اللي جمعتك بسفير اليابان كانت امتداد وشراكه وافق تعاون نعم حول افاق التصدير كان عندك اي اضافه تفضل ظل سي فوزي انا نقول كل واحد من موقعه لابد ان يحاول ولا وعندنا راهي مجالات للمحاوله راهو الهامش موجود وما نتغشوش من بعضنا راهو النقد احيانا هو اللي يطلع طبعا لكن اذا كان نقعدوا نتواصلوا في نفس ذاك العمل هذاك الرديء والفضفاض واللي ما يجيب حتى شيء راهو سامحني تونس ما تجيش تقدم هكا احنا كنواصلوا دائما في علاقة متواصلة مع اللي نعرفوهم شركانا مثل السفير مثلا دائما تكون عندنا يعني جلسة وأشياء من هذه باش تقعد الخيط متواصل الرابط متواصل يعني وهذه حاجة هامة جدا وزيد نعطيك حاجة انه اليوم وغدوة فما معنا كونكور انترناسيونال في اليابان والتواصل شاركين بشكل كبير والمرة الفائتة السنة الفرد حصلوا على عديد الجوائز وهذا نفسه وهذا احنا ركزنا عليه من خلال وقت نستدعوا اليابانيين باش يجبوا التوانسة يشاركوا لأنه هو كونكور يعني مسابقة هامة جدا وقيمة لأن المسابقات راهي تفرق حتى هذيك نجمو نحكيو عليها برشا مسابقات فيها برشا مسابقات متساوي حتى شيء وفما مسابقات هامة دونك احنا التوانسة شيئا فشيئا قاعدين نشاركوا في مسابقات هامة مثل هذه وعملناهم تحصلوا على جوائز معناها ذهبية كبيرة السنة إن شاء الله يحققوا رقم قياسي وممكن رقم قياسي الأول يكونوا وهذا هو العمل نتاعنا كل واحد يحاول مش بالضرورة نعملوا ضجة عليه أما هذا كواجبنا لبلادنا إذا كان اخترنا العمل التطوعي يلزمنا نقوم بإنجازات مش بالتصور هذا هو يعطيك الصحة سي فوزي شكرا ليك على المداخلة شكرا ليه من جديد الخبير في السياسات الفلاحية ورئيس جمعية تونس الزيتونة سي فوزي الزيني رفقنا في نصف ساعة من الحصة الحقيقة حوار جد متميز على خاطر حكينا على شريان كبير وكبير برشا ما نجموش نعيشوا بلا زيت الزيتونة اللي حققنا في عملة كبيرة وكبيرة برشا قاعد يحاول يحققنا في استقرار خلينا نقوله مالي واقتصادي في ظل تحديات في ظل ضغوطات اقتصادية اليوم قاعدة تونس تزامن فيها قاعدة تونس تعيش فيها قاعد يخلق في مواطن شغل جديدة قاعد يحقق في العديد من الإنجازات حاجة تشرفنا وحاجة فرحتنا برشا برشا بالمداخلة هذه وحكينا زادة على التعاون على الأفاق الجديدة في التصدير مع اليابان هذا زادة شيء مشرف للغاية شوي آخر نحكيه على الأخبار الوطنية متواصلين في الأخبار الوطنية شوي آخر ضيفي النائب محمد علي في النيرة شنو باش نحكيه معاه باش نحكيه معاه على 3 مواضيع كبرى البداية ستكون مع خط كهربائي باش يمتد ما بين تونس وإيطاليا من بعد باش نحكيه على الفسيار باش نحكيه يهم طبعا المقيمين بالخارج باش نحكيه شوية الإجراءات الجديدة المعمول بها وكذلك قانون الشيك دون رصيد ونوصل هذا حديثنا بعد شوية